عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناه كويزين ام جاد. اليوم ان شاء الله غنشوفوا بسطيله ديال الحوت، سهله ولذيذه لذيذه فريمون، صدقوني انها كتجي لذيذه. الناس اللي ما كيزعموش يصوبوا هذا النوع ديال الاكل، يعني الاكل المغربيه كالبسطيله. ان شاء الله غنشوفوا جميع المراحل بتطبيقات بسيطه وسهله. حاجه اللي تنقول لكم هي انكم تبعوا الحلقه من الاول الى الاخير باش تفهموا جميع المراحل، وتسهل عليكم ان شاء الله تديروها في ديوركم لوليداتكم والازواج ديالكم والعائلات ديالكم ان شاء الله، وتليق الاعجاب ديالكم. ندوزوا المقادير، ولكن قبل المقادير بغيت نشير بان الناس اللي اول مره كيلتحقوا للقناه ديالي كنطلب منهم انهم يتابوناو ويلتحقوا بلاشين ويخليو لي ميساج ويخليو لي جيم وكومونتير ويخليو قرعوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. المقادير اللي غادي نحتاجو في اعداد هذه البسطيله، عندنا الحوت هنايا، خديت انا هنا الفرخ والكالامار، كانوا عندي محتفظه بهم في المجمد، والكروفيت بيان سور. عندي جوج بصلات متوسطين محكوكين، عندي جوج فلفلات حمرين وجوج فلفلات حلوين، هما هادو. عندي شويه ديال الزعتر وجوج ورقات ديال الرند وشويه ديال القرنفل باش غادي نبخر الحوت ديالي. عندي الفيرميسال، غنحتاجو شعيريه الفيرميسال جوج، الفرماج، الزبده، عندي معلقه كبيره ديال عطريه الحوت ونص حامضه مصيره، عندي هنا معلقه مطيشه كبيره ومعلقه الهريسه، الملحه، البزار والملحه، بزار والملحه باش غادي نخدم. وما ننساش الشامبينيو كذلك غادي نحتاجوه، ورق البسطيله بيان سور ضروري منهم. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو. اول حاجه غناخد كسكاس غندير فيه هاد الحوت، نرش عليه شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، ناخذ طنجره وندير فيها هاد القرنفل والزعتر وورق الرند والماء الكافي اللي غيتبخر لينا فيها الحوت. غناخذ مقله، غناخد عندي مقله هنايا، غندير فيها هذوك غندير فيها البصله اللي حكيت، مع شويه ديال الزبده، مع شويه ديال الزبده، مع شويه ديال الملحه، مع شويه ديال البزار، ونديرهم فوق العافيه ونديو نجيب البصله حتى تنشف من هاد الماء اللي فيها، حتى تنشف مزيان من هاد الماء. وداكشي اللي بقى لينا نديروه في ندير البصله في الصفايه ونضغط عليها باش نعصر منها كاع الماء ونحتفظ بالبصله معصره من الماء. هاد الفلفلات غنغسلهم وغنشويهم، ولما نشويهم نحيد منهم القلب ديالهم ونقطعهم مربعات صغيرة. كيف ما كتلاحظوا هنايا هذه البصلة بعد ما صفيتها، هذا هو الماء اللي هبط منها، زولت لها هذا الماء كامل باش ما يفزكش ليا البسطيلة ديالي. حاجتي بهذه البصلة بعد
الماء شويه الفلفلات ديالي كنحتفظ بيهم في الميكرو خليتهم نحط عليهم باش تسهل عليا القشره ديال الفلفله ترطب ونكرطها فاسيلمو بالموس. هنا كيف ما كتشوفوا الحوت ديالنا ها هويا، رائحه زوينه طالعه منه. من بعد ما طاب لي الحوت ديالي هاد الماء اللي فوالا نوريكم، هذا هو الماء اللي تبقى لي في الطنجره واللي طالقه فيه ريح داك الحوت كله كيتقطر الريحه ديالته. هاد الماء ما كنرميهش، بالعكس كنحتفظ به. اشنو كندير ليه؟ كناخذ الصفايه ديالي كنحاول نصفيه من داك الزعتر وداك القرنفال وورق الرند بحال هكايا كيف ما تتشوفوا. غادي ناخذ الشامبينيون ديالي غنديرو هنايا فوالا، وغنكب عليه هذاك الماء هذه من جهه، وما تبقى لي غندير فيه الشعيريه ونحاول نغطيه باش داك البخار ما يمشيش ليا. حتى سميتو هذا حتى هو فوالا، غنخليهم حتى يطلقوا. غادي نقطع الفطر ديالنا، الفطر الاسود غادي نقطعو مرصويات صغار، والشعريه الشينويه ديالي غادي نصفيها بهاد الصفايه وغنعاود نقطعها بالسكين او بالموس. نكمل ونوريكم. كنحاول انني الا تبعتوا معايا كنحاول انني نشرح لكم التفاصيل كلها بدقه باش جميع المراحل تفهموها وتستوعبوها، وان شاء الله ملي تجربوها في ديوركم تجيكم سهله. بعد ما زولت الحوت ديالي كيف ما كتشوفوها هويا هنايا فرتتو، ضروري ان فرتتو، والكلامار كنقطعو مربعات بحال هكايا، يعني مربعات كبيره متوسطه بحال هكايا. الكروفيت ديالي هو هذا، بعد ما قشرتو زولت ليه القشور ديالو، دوزتو في شويه ديال الزبده مع شويه ديال البزار. الا كان عندكم كنتو كتوفر على كروفيت بلا قشره ديالو، يعني ديجا منقي اوتوماتيكمون ديريكت كديريه في المقله وكدوز تديري شويه ديال الزبده وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وكتديه وتجيبيه حيت هو في ساعه تيطيب، وكتزولي وكتحتفظي به حتى يبرد، ومن بعد كتجمعي مع هاد المكونات. هنا البصله ديالي كيف ما صفيتها وريتكم قبل، هنا هذا الحامض المصير زولت ليه اللب ديالو، حيدت ليه اللب ديالو وقطعت مكعبات صغيره، يعني كتكون واحد المكعبات دقيقه. هذه الفيرميسال ديالي، شعيريه الفيرميسال من بعد ما صفيتها من داك الماء اللي رقدتها فيه. هنا الفلفله ديالي قطعتها مكعبات صغيره. هذا الشامبينيون ديالي حتى هويا من بعد ما صفيت مكونات هذا الشامبينيون عندي. الفرماج كذلك حكيتو غادي نزيدو، غادي نضيف مطيشه ديال الحك، مطيشه كبيره، معلقه كبيره ديال العطريه الحوت، معلقه كبيره من الهريسه. الحوت الا ما كانش الحرور ما كيعني والو اننا ناكلو الحوت بلا حرور، ما فيها باس نديرو شويه ديال الهريسه. هنا انا غنخلط بيديا.
كنظن انني شرحت جميع المكونات والمراحل وزعما كتبان راه انها ساهله الا تبعتوا هذا الشيء اللي قلت لكم. راه ساهله صراحه وكتجي لذيذه لذيذه، غير تبعوا هذا الشيء ان شاء الله غتنال الاستحسان ديالكم. وانا تنخلط المكونات كامله ضروري من تذوق. واش غيخصها شي حاجه؟ مثلا خصها شويه ديال البزار، نزيد خصها، لا خصها الحرور، اللي كيبغي الحر يكون تكون حاره، حيت واخا كتذوقيها دابا يا كديري لها الحرور كتذوقيها كتبان لك، ولاني ملي كطيب كتعطي طعم الحرور مزيان. ديك الساعات شوفوا على حسب الدرجه اللي بغيتو تكون حاره. نخلط هذا الشيء، كنشوف الا خصني مازال ماطيش هاد الحوك نزيدها. وما ننساش انني راه درت الزبده الدوبليه باش نجمع الورقه ديالي. كيبان لكم هنا كتبان تبارك الله كلشي العناصر باينه، يعني كيبان الحوت وباين الشامبينيون والفلافل المنوله كتجي غزاله صراحه. نديروها، كاينين الناس اللي كيستغناو على الفلفله، انا ما صراحه تتعجبني بزاف انني ندير الفلافل كتجي رائعه وكتعطي واحد اللوغو حتى هي مع مع هاد التخليطه كامله وهاد المكونات كلهم كينسجموا مع بعض. كيف ما كتشوفوا هنايا غندير لما البسطيله ديالي، هنا درت دهنت اللاطه ديالي ودرت ورقه الوسط. نديرو دابا نفرق، وانا تندهن بالزبده وجدت حدايا بيضه في هاد الزلافه هادي، درت بيضه طربتها وهنا الزبده، يا اما الزبده والزيت وما بين كل ورقه ورقه تندهن بالبيض. نعاود ندير ورقه الوسط نقدر نقطعها، انا بغيت على هاد الدائره هادي نطويها بحال هك بحال هك ونزولها هنايا باش تجيني على هاد العبار. فوالا دهنها مزيان بالزبده، بسم الله. كما كتلاحظوا كلشي مكونات باينه، ندير شويه الفرماج من الفوق. دابا غنبدا نسد، بسم الله. كنحاول ندير بليات بحال هكايا، اخيره نزيد هاد الورقه من الفوق هي باش غادي نلمط الورقه ديالي، نلمط البسطيله ديالتي بهاد الورقه الاخرى. وانا تندخل من الداخل بيان سيغ، منساش الجناب خصني نكون ديجا دهنتهم تا همايا. فوالا نسرحها دابا وانا تندخل لداخل. باش تجيني دائرة مقادة، فوالا هذه هي الورقة ديالتي.
هاد الورقه غادي ندير لها بحال هكايا، نكون دهنتها بالزبده مزيان ونضع ندير لها بحال ديك الشكل مروحيه، نطوي هاد الجنب ونقلب ونطوي بحال هكايا، نطوي بحال هكايا هكذا تاني ندير لها بحال هكايا. وانا نبدا بهذا النصف الصغير وندير البلي ديالي، ندهن هذه بالزبده نقطع هذا الجانب لزونات اللي صوبنا. غادي نجيب الورقه ديالي هنا بكيتهم بهذا بالكيردون من هاد الجهه ومن هاد الجهه، اش كتبان لكم؟ غادي نبيكي وحده من هنايا ديالي هكا زوقتها سامبل، كنظن بان هاد الزواق كيكون راقي في الحطه. غندخلها دابا للفران سخنت من قبل، نحس بها طابت لي، نخرجها ونقدموها بالصحه وراحه. الصاله ديالنا هي هذه وجدات كيف ما شاهدتوا جميع المراحل. نتمنى تعجبكم وتحقوها في ديوركم وتصاوبوها لوليداتكم. صراحه تستحق التجربه، ما بقى لي الا نقول لكم بصحتكم وراحتكم. ما تنسوش دائما الجديد ان شاء الله مع قناة كويزين ام جاد. كان اي استفسار او اي تعليق فمرحبا، تحيات كويزين ام جاد، مع السلامة.